بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الرابع عشر من لعبه جدول الضرب في التطبيق العمل ال HTML5 و CSS3 والجافا سكريبت. اخر مره طبعا احنا كنا وقفنا عند الشكل دوت او الصفحه ديت، ولما كنا بنضغط عليه في 12 من تحت المفاتيح يس كان بيظهر لنا اللعبه بتاعت جدول الضرب تمام بالشكل دوت. وكان لما بنضغط على زر يبدا اللعبه يا جماعه كان بيديني العداد اللي هو التايمر على الجنب كده تمام، وبيغير لي العنوان بتاع زرار اللعبه اللي ريست اللعبه دي. اخر حاجه احنا وقفنا لها اخر مره المره اللي فاتت. النهارده هنحاول نكمل التايمر ده ونخلي التايمر ده يبتدي يشتغل ويبدا يعمل كاونتنج داون تمام كده. تمام، تعال نخش جوه دريم ويفر. واول حاجه انا محتاج ان انا اخش على الجافا سكريبت بتاعي اللي هو هنا تمام، وفي الحته ديت اللي هي بعد ما قلت له غير لي العنوان بتاع الزرار لريست اللعبه هبتدي اعمل كومنت واقول له انا عاوز دلوقتي اعمل تقليل للزمن بمقدار كام؟ بمقدار ثانيه واحده تمام كده. تمام، علشان نخلي الشغل بتاعنا منظم شويه هنخلي الحاجه اللي احنا عاوزينها في فانكشن مستقله او في داله مستقله. فعلا دلوقتي عن فانكشن او داله هسميها ستارت كاونت داون. ستارت كاونت داون تمام كده، داون بالشكل دوت، واديها قوسين وفصل النقطه، وهبتدي اشتغل على الداله دي بس تحت خالص. يعني هناخد الداله دي هنخليها في اسفل حاجه فين؟ في ال اسفل حاجه فين؟ في الجافا سكريبت بتاعنا تمام كده. هاجي هنا هعمل فانكشن ثواني هنكمل. اقول احنا هنعمل دلوقتي داله اسمها الستارت كاونت داون اللي هي مسؤوله ان هي بتنزل العداد بتاع التايمر بمده ثانيه واحد بكل ثانيه تمام كده. فقلنا هنكتب هنا في داله اسمها الستارت كاونت داون اللي ديت اللي هنعملها دلوقتي تمام. هناخدها كنترول سي ونكتب هنا كلمه فانكشن في اخر السكريبت فانكشن سوري الحمد لله فانكشن تمام. والفانكشن دي هنسميها ستارت كاونت داون تمام كده، وبعد كده نحط قوسين مش هتاخد اي بارامترز تمام، وبعد كده هنعمل قوس كي دوت وقوس دوت اللي هو البيرلي كيرلي براكتس يعني. الحمد لله تمام كده عملنا الفانكشن. طب ايه اللي هنعمله في الفانكشن دوت؟ احنا دلوقتي محتاجين حاجتين، محتاجين ان احنا نعمل اتنين فاريبلز. اول فاريبلز هنسميه اكشن، يبقى هنطلع فوق خالص كده في الفار وهنحط فار هنا وهنسميه اكشن، والفاريبل الثاني احنا هنسميه التايم ريميننج وهنديله قيمه 60 بس تحت شويه. يعني هنعمل فار ثاني هنا فار وهنسميه التايم ريميننج بالشكل ده ريميننج بالشكل ده تمام كده. طيب التايم ريميننج يا جماعه دوت هياخد قيمه كام؟ قيمه 60. قيمه كام 60. يبقى هننزل هنا تحت وهنيجي مثلا في اول ما اقول مثلا ريسيت اللعبه تمام كده هنقول له ان التايم ريميننج هيكون كام؟ 60. طيب ريميننج راح فين هو؟ خد الزمان تحت هنا ثلاثة نخلو أربعة احنا هاتوا طيب مش طيب الوينج نخليها تايم ريميننج بالشكل ده
تمام، وبعد كده هنزل لتحت تاني. طيب اهو بدأ يسمع تحت اهو. طيب ريميننج هديله قيمة تساوي كام؟ تساوي 60 في المكان دوت. القيمة البداية تساوي كام؟ 60. يبقى لكم تاني اهو، احنا عملنا متغير سميناه واحد سميناه اكشن، والتاني هنسميه تايم ايه؟ تايم ريمينج. تمام كده، التايم ريمينج بعد ما قلنا له اظهر الريسيت بوتون او اظهر غير عنوان الزرار للريسيت بوتون، هنخلي التايم ريمينج كام؟ ب 60. وبعد كده اخش على الفانكشن اللي هتعمل ايه؟ الستارت كاونت داون. تمام كده؟ طيب هنيجي هنا، اول خطوه هنعملها ان احنا نخلي الاكشن بتساوي سيتنج انترفال. السيتنج انترفال دي اللي هي كانت بتعمل لك الكاونتنج دي داله لوحديها. يبقى هنا اهو تمام، هكتب ان الاكشن اللي هو المتغير اللي اسمه اكشن اللي سميته فوق هيساوي سيت سيت انترفال. تمام كده، والست انترفال كانت بتاخد حاجتين، كانت بتاخد داله. تمام كده، يعني لما افتح القوس هنا تمام كان بتاخد حاجتين، بتاخد اول حاجه داله فانكشن تمام بالشكل دوت، وكان بتاخد الزمن اللي هي هتتنفذ ايه فيه بالملي سكند اللي هو هنخليه احنا ايه 1000. تمام كده، دي اللي هي الست انترفال فانكشن. نقطه نفسها من نقطه ماذا ايه هذا الشكل. تمام. طيب هنيجي في الفانكشن ديت وهنقول له اول حاجه هتخلي التايم تايم ريميننج هيبقى ناقص يساوي 1. ده التايم ايه؟ التايم ريميننج. تمام كده، وبعد كده هنخلي الدوكيمنت دوت جيت ايليمنت باي اي دي، دوكيمنت دوت جيت ايليمنت باي اي دي المنطقة اللي هي ايه؟ الستايل، وده الاندكس عاوزين هو يحدث في التايم ريمينج فين اهو؟ التايم ريمينج عاوزين يحدث الـ 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 القيمة اللي هي في السبان، فاكرين القيمة كانت 60 ديت؟ عاوزين يحدثها. تمام كده؟ اهي كنترول سي عاوزين يحدث القيمه ديت كنترول في بالقيمه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت التايم انترفال اللي هي ديت. ماشي كده، تعال نشوف كده دوت انر اتش ام ال انر اتش ام ال هتساوي المتغير اسمه ايه؟ تايم ريمينج، تساوي تايم ريمينج وهذا كنترول واس بهذا ايه؟ بهذا الشكل. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى دلوقتي هو هيروح يستدعي الداله ديت وهيبتدي ينفذ فيها الحاجات ديت. تعالى نعمل كنترول واس وتعالى نروح على ال HTML بتاعي واضغط اف 12 من المفتاح مره ثانيه واشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو ضغطت على ابدا اللعبه دلوقتي هيحصل ايه؟ شايفين كده البوكس ظهر وبدا التايمر ايه يشتغل، وده الحاجه اللي احنا ايه عاوزينها. وبعد كده هنشوف اللي احنا نعمله بعد كده. طبعا اول مشكله هتقابلنا ان هو هيفضل يعمل كاونت داون لحد ما يوصل لكام؟ للصفر ويعد الصفر. فان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله تعالى هنبتدي نعدل كده. تاني حاجه لو انا عملت ريست للعبه هيختفي الزرار تمام كده اللي هو بتاع التايم ريميننج ويبتدي يظهر ال ابدا اللعبه مره ثانيه. تمام كده، يبقى كده التايم ريميننج دلوقتي اشتغل معايا. يبقى الوقت المتوقع بدا يبدا ينزل اهوت لحد ما ينخفض لحد ما يبقى ايه صفر. المره اللي فاتت هنشيك بقى ان شاء الله، المره الجايه ان شاء الله هنشيك ان هو يبدا لحاجه اقل منين؟ من الصفر. هنقف الحلقه ديت لحد الجزئيه ديت وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير لي، واعذرني اذا كان عندي انفلونزا يعني وكده، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وبشكر كل الناس اللي هي يعني شاركت معنا في القناه، وان شاء الله نوصل ل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.